السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله كل شيء يكون مزيان. هذه أفيشور ديال الآيفون إكس، ما خدمش فيها التاكشيل، غادي نبدلو لها التاكشيل إن شاء الله. هذا هو التاكشيل القديم ديالها وحيدتو. هذه أفيشور ديالي. هذا هو الطاكسي القديم. كاين هنا هو الطاكسي، ها هي هنا اثنين طويات، هو هذا القديم ديالها. كاين هنا هي الصوبات ولكن باقا ما كملاتش، باقا ما ركبش لها السيركل ديالها، جربناها ولله الحمد مزيانه. مازال مركبش، مازال ماتمونطاش مزيان. نتمنى من الاخوان كلشي يبارطاج هذا الفيديو. هذا هو الطاكسي القديم ديالها، هو هذا. مازال غير تنجربو هنايا. دابا راه موجودة الحمد لله، طلعت زوينة. جميع لي زايفون اللي خصاتو شي حاجة مرحبا بيه، بالنسبة للزاج، بالنسبة لي زافيشور اوريجينال، بالنسبة لي باتري. كل شيء خدام ولله الحمد. هنا شنديرو تيست باش يكون كل شيء مزيان، ما كتبقاش في بلاصه. هذا هو الطاكسي القديم، هو هذا، ما كانش كيضرب فيه الطاكسي. سمحوا لي لحقاش ما وريتكمش الطريقه كيفاش تحيد داك الشيء، لا مبغيناش نطولوا عليكم شويه الفيديو. اللي بغى، اللي كان معلم وبغى زعما كان يعرف كيفاش كيتسيبارا هذا الشيء، راه يدخل الفيديوهات ديالي، راه فيه الفيديوهات موجودين كيفاش تحيد الطاكسي داك الشيء. هي طلعت مزيانه ولله الحمد. كنتمنى كلشي يبارطاجي هذا لا فيديو. الله يرحم الوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.